مثلا في عندنا مشكله او مساله اللي هي الفيرتيكال ترانسبورتيشن بروبلم. مشكلتنا الاساسيه بالفيرتيكال ترانسبورتيشن بروبلم اذا اجيت عملت بلان او توب فيو، بتسموه توب فيو ولا بلان؟ توب فيو. اذا اخذت هون عملت سكشن بالعماره وجيت اطلعت على هذا السكشن من هون ووجدت مثلا انه عندي المدخل الرئيسي هون، في عندي مثلا ابواب، عندي هون مثلا باب عادي، هاي باب الابواب الدواره، وهون عندي ريسبشن، عندي الريسبشن، وبعدين عندي الريسبشن هون في عندي، خلينا نفترض هذا اللوبي. هذول هم الشافت، عندي ست مصاعد، وهي هذا اللوبي بدخل له من هون او بدخل له من هون، وكمان مفتوح من الجهتين ممكن ادخل له من هون ومن هون، وكل واحد من هذول بيمثل مصعد. وإذا بديش أحط التفاصيل الداخلية في الرسمة، إيش بحط عليه؟ إكس، بنحط الإكس، الإكس كأنها بتمثل تفاصيل أنا ما بدي أدخل فيها بتفاصيلها، فبحط إكس عليه. فالإكس هذا بيمثل شافت، هلا هذا الشافت ماشي في العمارة، لحد ما أوصل المكان اللي أنا بدي إياه. هذا بنسميه اللوبي. لوبي أو لوبي، لوبي المكان اللي بتجمعوا الناس فيه من هون، وطبعًا في بواجههم ثلاثة من هون وثلاثة من هون، وهي مسكرة من ورا. ماشي واضحة؟ هذا صار كأنه الشافت هون. طبعا في شافت للخدمات الثانية زي ايش؟ ميكانيكال، الكتريكال، فاير، تمام؟ الصرف الصحي، كل الأشياء هاي، هاي كلها بدها تحط طبعا ضغط على العمارة. بصير أتفاوض أنا والمعماري والكهربائي، بده يتفاوض هو والمعماري، وأعطيني زيادة شوي ومتر من هون، أعطيني متر من هون، حتى نقدر احنا نوصل لكمبرومايز. والمعماري طبعا من الجهة الثانية مين بلاحه؟ صاحب المالك، بقول له بدي مساحة أجر، ما ضل عندي مساحة، حطيت لي أنت ماشي. هاي طبعا مشكلة بدها تصير، بده يصير يحاول يضغط ويزغر هدول الشيء المصعد، هاي طبعا من المشاكل اللي موجودة. هلا في عندي، في عندنا أريا اسمها جروس أريا. جروس أريا طبعا بالمتر المربع، جروس أريا هي المساحة الكلية في داخل العمارة اللي هي بتشمل الحمامات وبتشمل الشافتس والسيرفيسز. بس احنا من ايش بنستفيد في النهايه؟ المساحه الفعليه اللي بنستفيد منها النت اريا. النت اريا هي اللي بقدر احط فيها المكاتب وغرف الاجتماعات وال اوكي. طبعا النت اريا راح تكون اقل من الجروس اريا، في خساره هون صارت. وطبعا المعماري الشاطر بامكانه يحاول يخلي النسبه هاي اعلى ما يمكن، ما ممكن تكون 100% ولا بصير تكونها 60%، لا، بس هو مضطر يستفيد من اشياء معينه. لما انا اجي باجر بستعمل اي تعبير؟ بستعمل النت اريا. فانا عم باجرك مثلا 20,000 متر مربع في العماره هاي، او 10,000 متر مربع نت اريا في العماره هاي. طبعا العماره كل ما صارت اعلى، ايش تتوقعوا بصير بالنسبه هاي؟ بتصير أسوأ، لانه انا مضطر ارفع، اطلع، اوصل الخدمات هاي للعماره فوق، فعمالي باخذ مساحه من النت اريا، فعم بضيع عندي نت اريا، بقدرش كلها اجرها، بدي اضطر استخدم من المساحه هاي للسيرفيسز. رح يكون عندي الكتريكال رايزرز وميكانيكال رايزرز، لدرجه بنوصل العمارات العاليه جدا مضطر احط محول، يمكن احط محول كهربائي انزل من الهاي فولتج لللو فولتج، ميديوم فولتج لللو فولتج على الطابق ال20 عشان ما يصيرش في عندي فولتج دروبس. اوكي، لهي الدرجه بنوصل. فصار عندي غرفه محولات على الطابق ال20 او 25 او 30، ماشي؟ أسوأ طبعا، هذه كلها أسوأ. فما راح تكون زي عمارة عادية، لو عمارة على طابقين أو ثلاث طوابق راح تكون هاي النسبة. هلا عادة النسبة جروس تو نت يعني بحدود، المفروض تكون بحدود ال 85%. إذا بدأت تنزل لحوالي 60% هذا طبعا ويستفول، بس هذا طبعا بيعتمد على ارتفاعها. بس نت جروس اذا بدا ينزل عن بينزل بحدود ال 60 عم بضيع، يعني كل 10 متر عم بروح منهم 4 متر مربع خدمات و6 متر مربع. اذا مشكلتنا احنا نفس الشيء في المصاعد من هون، انه كومبرومايز، بدنا نوازن تو اتشيف جود performance، يعني average waiting time
average traveling time واحقق ال arrival rate وال user requirements with the smallest core area. الكور اللي هي هاي يعني. هاي الاريا اللي باخذها نسميها الكور اريا with the smallest core area and minimal cost and minimal energy consumption. اوكي اذا احنا مشكلتنا الاساسيه بدنا نحاول نوازن بين كل الاشياء المختلفه، بنحاول نطلع بتصميم مناسب اخذ فيه الاوبتيمم بدون ما اضيع مساحه كثير من هون، بدون ما يكون عندي هاي انرجي كونسومشن، بدون هدف احاول اطلع الاوبتيمم. فهي بشكل عام الديزاين بروسيس الترافيك ديزاين is a multivariable multi objective optimization problem with multiple constraints. ماشي الكونسترينتس الكل فاهم شو يعني كونسترينت، في عندي محددات معينه ما بقدر اتجاوز هاي المحددات، بس بدي احاول اعمل اوبتمايزيشن يعني مينيمايزيشن وماكسمايزيشن لاشياء معينه، بس عندي مالتيبل فاريبلز وعندي مالتيبل اوبجكتيفز، في عندهم عدد من الفاريبلز وعدد من الاوبجكتيفز المختلفه اللي بدنا نحققها. شو الاشياء اللي بدي اخذها بعين الاعتبار، البارامترز اللي بدي اخذها باعتبار الديزاين بروسيس؟ اذا هون لو حطينا فاكتورز to be considered. بعض الفاكتورز اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار مثلا للديزاين لازم يكون فانكشنال. فانكشنال ايش يعني؟ يعني بيشتغل. لازم يكون سيف. ومش شرط ديزاين يكون فانكشنال، اذا كانه فانكشنال راح يكون سيف، مضبوط؟ ريلايبل. ريلايبل ايش يعني؟ reliability بالعربي معناها وثوقية اعتمادية، ما بقدر اعتمد عليه. reliability هي probability انه يفشل في فترة زمنية معينة. device. cost effective. cost effective هي خمسة. خمسة طبعا لازم to meet the user requirements. اللي منهم حكينا مثلا average waiting time, average traveling time الى اخره، كل الـ requirements المختلفة من هون. minimum core space، استعمل اقل core space ممكن، ويكون energy efficient. هاي الفاكتورز السبعه لازم ناخذهم بعين الاعتبار. اذا هدفنا احنا نطلع من هذا الكورس المفروض نقدر نعمل هذا الديزاين، ناخذ اليوزر ريكويرمنتس، نطلع باقل كميه ممكنه من الانرجي كونسومشن والاشياء المختلفه من هون، ونحقق الريكويرمنتس والاوبجكتيفز المطلوبه